ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على فقرة بقى كانت زمان بتهم الستات بس، لكن النهاردة بتهم الستات والرجالة والله العظيم والأطفال كمان. كلنا نفسنا نخس وكلنا نفسنا نبقى موديل كده وجسم جميل ونلبس اللي احنا عاوزينه، بس يا خسارة ازاي واحنا طول النهار قاعدين بنحش في محشي وفسيخ ورنجة. طب ازاي؟ لا ومش بس كده، وعايزين كمان نبقى قاعدين مكاننا، يعني مش عايزين نتحرك. طب معادلة صعبة جدا، طب نعملها ازاي؟ مش انا بقى اللي اقول نعملها ازاي، احنا معانا ضيفتنا الجميلة الصيدلانية القمر شذا الخولي. ازيك يا شذا؟ الحمد لله يا حبيبتي، كويسة بخير. يعني عايزه اقول حاجه مهمه جدا، انه فعلا كلنا بنحب الاكل، يعني مش حد بس معين يفتكر ان هو بيحب الاكل، كلنا بنحب ناكل وكتير قوي قوي، يعني كل الاكل، لانه كده كده الاكل ده اكتر حاجه يعني حلوه في الحياه الواحد ممكن يعملها. فيعني المهم ان احنا النهارده هنتكلم عن انواع السمنه، انه السمنه ليها انواع كتيره قوي. اول حاجه السمنه بسبب العادات الغذائيه الغلط، بسبب ان احنا مثلا ممكن ناكل اكل طول الوقت فيه دهون كتيره، فيه كربوهيدرات كتيره، في سكريات كتيره، الحاجات دي كلها طبعا غلط علينا. تاني حاجه انه السمنه اللي بتيجي بسبب التوتر او الضغط العصبي او الضغط النفسي اللي بيحصل، لانه دايما بنسمع انه الناس مثلا اوقات الامتحانات او الضغط العصبي، اوقات الناس لما بيكون في وقت مثلا مشكله ما. انا في واحده صاحبتي بتقول ان هي كل ما تتخانق او تزعل تاكل، بتخش على صينيه الكنافه بالعسل وتاكل نص الصينيه. لا بجد دي حقيقه. لا طب انت بتعملي ستوب؟ تقولي لا، لو ما عملتش كده ممكن اعيط، انهار، اقع من طولي، لازم اخش الاقي حاجه فيها سكر. كان السكر اللي في جسمي كله اتحرق وانا بعوض. ايوه في ناس بتغسل احزانها بالشوكولاته كتير. نص صينيه كنافه. والله ده حقيقي، كلنا بنغسل احزاننا بالشوكولاته والكنافه. فدي حاجة فعلا من الحاجات اللي بتسبب السمنة المفرطة، اللي هي لما حد يكون تحت ضغط عصبي. طبعا في نوع كمان مهم جدا وعندنا في مصر منتشر جدا وفي الشرق الأوسط، اللي هي السمنة الوراثية، اللي هي بتبقى سبب الوراثة. نلاقي دايما يعني تلاقي مثلا العيلة كلها جاية تشتكي ان هم مثلا الأب والأم والأولاد بيبقى ليهم شكل جسم معين، صح، في شيب كده معين، كلهم عندهم زيادة مفرطة في الوزن في أماكن معينة، مثلا ممكن تكون مرتكزه في منطقه البطن او الارداف، في ساعات بيبقى في الجزء العلوي. فدي طبعا بتكون برضو من الانواع المؤذيه جدا نفسيا. بس يعني النهارده ان شاء الله مع الكورس اللي هنتكلم عليه من اتش ار فارما هنحل كل المشاكل دي بطريقه صحيه وامنه وفعاله. وكمان الكورس عشان نطمن الساده المشاهدين، هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، لانه طبعا الفتره الاخيره دي انتشر كتير جدا انه في حاجات كتيره بتكون مضره وبيبقى ليها أضرار على المخ أو أضرار على القلب، وطبعاً أثار جانبية تانية مش كويسة. فطبعاً لازم الترخيص معنا على الشاشة. صحيح. أهم حاجة الترخيص، عشان ده بنتسأل فيه أول حاجة. صح فعلاً، ولازم الناس كلها تطمن طبعاً قبل ما تاخد أي نوع دواء إن هو مرخص من وزارة الصحة المصرية، وكمان إن المواد الفعالة اللي فيه كلها طبيعية وآمنة. الكورس بيكون عبارة عن إيه؟ بيكون عبارة عن علبتين من الكبسولات وعلبتين من النقط والأعشاب، ودول كلهم بيشتغلوا على حاجتين، ان هم يدوني احساس كبير جدا بالشبع، وفي نفس الوقت يعلوا لي معدل الحرق. ومعاهم ايه كمان بنقدمه؟ كمان علبه السكر دايت والقهوه الخضراء وكمان كريم شد الترهلات. فالكورس كده بيكون ايه، كامل متكامل على بعضه، والتوصيل بيكون مجانا ومتابعه مجانيه مع اخصائيين التغذيه. عايزينك بس تقولي للناس اضرار السمنه. تمام. اضرار السمنه طبعا احنا ممكن يعني نقعد نتكلم فيها بقى ايه في شهور وسنوات كده زي ما بيقولوا، بس اهم حاجه فعلا يعني بتاذي البني ادم من جوه، ان هي اولا بتسبب برد السكر، طبعا بتعلي ضغط الدم. طبعا من الحاجات طبعا المضره جدا ان كل كيلو زياده في جسمنا بيترجم 4 كيلو زياده على العمود الفقري وعلى الركبه. فيعني كل الناس دايما تبقى زياده قوي في الوزن دايما تقول لك انا مش قادره اتحرك، مفاصلي بتوجعني، بصلي وانا قاعده. صحيح. فعلا دي طبعا من الحاجات الوحشه جدا، يعني الام في اسفل الظهر وفي الركبتين وحتى في منطقه الرقبه، الالام بتبقى يعني صعبه جدا جدا. فطبعا
يعني اول ما الواحد بيخس، حتى عارفه اول اسبوع لو نزلنا مع الكورس اللي هو 3 4 كيلو الواحد بيحس بانجاز اول ما يشوف نفسه على الميزان اللي هو بيبقى مبسوط، انا عملت حاجه. صحيح فعلا، ايوه بيحس ان هو. طب هل الكورس دوت بيعالج برضو السمنه الوراثيه والسمنه اللي بيشتغل على كل الانواع؟ بالظبط، لانه هو اصلا بيعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه هو طبعا بيحسسني بالشبع، علشان الالياف بتنزل كده تعمل لي كتله كبيره في المعده. عارفه الناس اللي تقول لك ايه يعني، دي فعلا حقيقه، هو بيعمل لك زي بالونه في المعده من غير بقى ما ادخلك اوضه العمليات ولا اقول لك اعملي مش عارفه الكبسوله وبلعي البالونه. الحاجات دي كلها ليها مخاطر كتيره جدا، بالعكس ده انت بتعملي كتله جيلاتينيه عن طريق الياف طبيعيه تفضل فتره كبيره في المعده تحسسك ان انت شبعانه ومبسوطه كله تمام. تاني حاجه بقى والاهم، انه الكورس كله على بعضه بيعلي معدل الحرق، مهما كان معدل الحرق قليل بسبب اي سبب، سبب وراثي، بسبب الغده الدرقيه، بسبب خمول في الغده. الناس اللي كمان ساعات تقول لك انا حاسه ان انا وزني ثابت ومش عارف السبب، ممكن يكون مثلا نقص فيتامين د. ساعات كتير جدا احنا مش بنخلي بالنا انه مثلا فيتامين د عندنا نسبته قد ايه، لان احنا برضو مش بنتعرض قوي للشمس بطريقه صحيه وطريقه كويسه. احنا دايما ايه، ما صيف يجي نستخبى من الشمس ونبقى ايه قلبين اليوم عشان ما نتحرقش وجلدنا يبقى يتصبغ. بس احنا ممكن نحط صن بلوك يعني. لا بس احنا عشان بنتعرض للشمس في وقت غلط. صح، هو المفروض ان احنا نتعرض من 11 ل 3 مثالي ده الميعاد. لا من الصبح شويه لحد الساعه 12 كده قبل الظهر الظهر. لان انت من الظهر لحد الساعه بقى العصر 4 كده، لا دي اخطر فعلا فتره ممكن تتعرضي فيها للشمس بالذات يعني في فصل الصيف. يعني انت قلتي على اخطر فتره ممكن نتعرض فيها للشمس اللي هي من 11 ل 3 هي دي الفتره الغلط؟ لا من الصبح كده من الساعه 8 للساعه 12 ده كده تمام. بعد كده غلط. بعد كده بقى لحد مثلا 4 4 ونص ده كده، يعني من 12 مثلا ل 4 ونص ده كده غلط. يعني انت قلت لنا على الفتره الغلط بتاعت لا انا فاهمه غلط خالص. لا هي مش قصدها، هي قصدها لما نبقى تخين ونطلع للشمس نبقى تخين ونتحرق الاثنين. احنا عايزين لما تحبي تتحرقي تلاقي بقى في المعده. تحبي تتحرقي دون سياحيه مش لاقيه لها حاجه تطلعي. الساعه 12 غلط ليه؟ لان الشمس بتبقى عموديه على كره الارضيه. شفتي؟ فساعتها بتبقي قاعده بقى في الميه مثلا او قاعده على البحر فرحانه بنفسك بقى القلب بتاخدي لون والشمس عموديه. يعني اقصى درجه حراره. بس بقى يعني كده يعني هتتحرقي هتتحرقي. ان شاء الله انت يا بعيده كملي يا كملي عليا قدام الضيفه. وانت بتدعي عليا بتقولي لي يا رب تتحرقي ان شاء الله. انا بحكي على المواعيد اللي انت بتقولي عليها الغلط. وانا بحكي على المواعيد الصح. وانت ليه لسانك كده؟ وانت ليه لسانك كده؟ انا بديها معلومه. وانا بديكي معلومه. معلومه غلط. لا صح، خلاص يبقى ناخد المعلومات الصح. من 11 ل 3 غلط. قولي لنا خلاص. بس قولي لها انا اساسا 8. لحد 3 ما بخرجش من باب اوضتي، لا بشوف بتاع الثمانية ولا بتاع الثلاثة. لا لا، في معلومات بتقول انك بتطلعي قبل 12. في معلومات لما في البحر بتطلعي قبل 12. اسكتي بقى. مش مشكلة، قبل 12 كده تمام. قولي بقى من 8 ل 11 ايه الفايدة اللي موجودة في الشمس؟ لا فوائد كتير جدا، انت هتظبطي فيتامين د في جسمك، هتستفيدي طبعا. طب ده مش ممكن بالاكل برضو؟ طبعا ممكن بالاكل، بس انا يعني المقصد اللي انا اقوله ان احنا طول الوقت مش بناخد بالنا احنا بناكل ايه وفي ايه، فاحنا دايما نلاقي عندنا ديفيشنسي في بعض المينرالز او بعض الفيتامينز بطبيعي الحال. فدايما اللي كنت بتكلم فيه انه الناس اللي عندها ثبات وزن بتبقى مش عارفه ايه السبب ورا ده، بس احنا مع الفريق الطبي بنقدر نطلب منهم التحاليل او نقدر نطلب يعني منهم. بتطلبوا تحاليل الاول؟ بالظبط، التحاليل وفحوصات علشان نكون عارفين كل واحد ايه السبب اللي مخلي الوزن ثابت عنده. اوقات كتيره جدا ما بتلاقيش اي حاجه، مثلا ممكن تكون مثلا الحاجات اللي هي من الملوثات بتاعه الجو، او مثلا ما مكان الطبخ في الاواني اللي احنا بنطبخ فيها بتعمل اكيوميليشن يعني تراكمات للمعادن اللي هي مش صحيحه في جسمنا، فتخلي بقى جسمنا يعني فيه كده تلوث. عشان كده بقى بيجي دور القهوه الخضراء في الكورس معانا يعمل لنا ديتوكس بقى، ينظف الجسم من جوه من كل الانتي بالانتي اوكسيدنت بتاعته كويسه. تتشرب عادي مش في يعني مش بيعملوها في الميه؟ بتتعمل. بتتحط في الميه؟ بتتحط في الميه. بتتشرب واشربها طول النهار؟ لا بتشربيها زي الشاي الاخضر يعني. لا ده هي كمان اقوى، القهوه الخضراء بتكون في الحاله الطبيعيه بتاعتها فيها حمض اسمه حمض الكلوروجينيك، وبيكون كمان معاه معادن وفيتامينات مهمه جدا علشان طبعا تعمل لي هي مضادات اكسده عاليه جدا، تنقي البشره وتنقي الجسم من الشوائب والحاجات دي كلها. انا اقصد بتحطيها في الميه، ازازه الميه بتاعتك وتشربيها طول النهار
ولا بتتسوى في ميه؟ يعني كوبايه تحطيها كده في الكوبايه ميه سخنه وتشربيها. عايزه تحطيها في ازازه الميه عادي جدا مفيش مشكله. ده بالعكس ده يعني هتضيف قيمه غذائيه كويسه جدا للميه. وخصوصا طبعا شرب الميه مع الكورس مهم جدا. لانه الكورس الالياف الموجوده فيه اصلا يعني بيحسسني طول الوقت ان انا عطشان بس مش جعان، لانه الالياف دايما بتحب تمتص ميه. فطول ما انا قاعده يعني دايما بيجي لنا رسائل وكومنتات انه انا بقيت حاسس ان انا عطشان بس مش جعان، يعني الموضوع اتقلب. ليه بقى عطشان؟ علشان دايماً الالياف اللي موجوده في النوع الاول من الكبسولات بالظبط دايما بتديكي احساس ان انت عطشانه فعايزه تشربي كتير، بس انت مش عايزه تاكلي، انت عايزه بس تشربي ميه، فتفضل تنفش اكتر تنفش اكتر فتديكي بالونه في المعده. فده اللي احنا يعني بنشتغل عليه في الكورس اللي معانا النهارده، اللي هو مكون من نوعين الكبسولات، نوع علشان يعمل سد للشهيه، ونوع بيعمل حرق للدهون عن طريق ال كارانتين. ال كارانتين ده اصلا بيكسر كل الدهون المتراكمه عندي في جسمي، وبالتالي يقوم مديني الطاقه اللي انا محتاجاها في جسمي. ونوعين النقط ونوعين الاعشاب. النقط من الحاجات الكويسه جدا بتتحط على كوبايه ميه، بتتحط على عصير. قبل ما نروح لمنطقه النقط دلوقتي، الكتله الجيلاتينيه اللي انا سقيتها ميه فنفشت وحسستني بالشبع، هتروح فين بعد كده؟ لا ده دي بقى بيبقى ليها مرحله في الهضم ممتازه جدا. وكمان يعني الالياف دي كمان الحاجات دي بتدخل جوه في الجهاز الهضمي، بتحسن نسبه الهضم، بتزود من نسبه البكتيريا النافعه جوه في الجهاز الهضمي، فبتخلي مستواه احسن، بتحسن حركه الامعاء. فبتخلي بقى الناس اللي بتقعد تقول لك انا بعمل دايت وحاسس ان انا عندي امساك، لا انت مش هتبقى عندك امساك خالص، بالعكس ده انت حركه الامعاء بتاعتك هتبقى ممتازه جدا، ونسبه البكتيريا النافعه في الجهاز الهضمي عندك هتبقى متظبطه جدا جدا. يعني الناس اللي حجتهم انا مش هعمل دايت او هقلل اكلي علشان انا هيجيلي امساك، لا هو مش هيجيلك امساك خالص، بالعكس ده هيبقى وسيله امساك عن الاكل. بالظبط كده. وكمان يعني كل الناس اللي هتتواصل عن طريق ارقام التواصل النهارده على البرنامج هياخدوا طبعا خصومات واوفرز حلوه جدا جدا. في صور معانا، صور الحالات، بالظبط الناس اللي خست معانا. احنا دايما بنحب نتكلم عن الحالات بتاعتنا مش بالارقام. يعني الارقام كده كده الناس بتبقى عارفه ان هم مثلا طبعا الكورسات بتنزل يعني في الوزن من 10 ل 12 كيلو في الشهر، وكده كده الناس كلها يعني عارفه الحمد لله النجاح بتاع اتش ار فارما ان احنا مثلا نقدر ننزل 30 40 50 كيلو. بس احنا دايما بنشتغل على العامل النفسي، يعني شكل البنوته دي والبنوته دي كمان فرق في ان هو شكل جسمها بقى مشدود، شكل جسمها شكله حلو في اللبس، وفرق طبعا. غير كمان هو بيدي شكل اصغر كمان في السن على هنا الطبيعه. بصي ست كبيره، بصي هنا بنوته صغيره. شفتي مثلا البنوته دي ستايل لبسها اتغير، شكل وقفتها، ثقه بالنفس بقى لها وسط. صح ايوه بقت متقسمه. ده النحت اللي احنا بنتكلم عليه في الكورس، ان انت بتفقدي الوزن. دي نزلت دي نزلت 35 كيلو، وحاجه ممتازه جدا نزلتهم في شهرين ونص، وكان كويس جدا. هي جدا كانت متهيألي انا فاكره ان هي كانت 95 او 65 هي كانت وكانت 100، فكان لازم تنزل ال 35. صحيح ايوه بالظبط كده. البنوته دي كمان تقريبا نزلت في الوزن في حدود 25 كيلو. بس طبعا احنا دايما بنتكلم انه البنات بيحبوا ان هم يعني ايه لما يخسوا يتصوروا بشكل عارفه ببوزات تبقى شكلها حلو وشكلها ايه بتبين شكل اللبس حلو عليا، والحاجات دي كلها طبعا بيبقى اهم حاجه يعني عند كل البنات. وكمان حتى الرجال اللي بيتابعوا معانا بيبقى كمان مهم عندهم جدا منطقه البطن اللي هي بتبقى منطقه الكرش او ساعات الارداف، والمناطق دي كلها بتنزل في الوزن بسرعه. معانا اتصال. الو شيماء. شيماء شيماء الو هي مش سامعانا تقريبا. لا مش سامعانا. هتطلبنا تاني شيماء. في صفحة الفيسبوك بقى على الشاشة. ايوه الارقام التواصل اللي ظاهرة. طبعا كل الناس اللي هتتصل بينا النهاردة هياخدوا خصومات كبيرة جدا علشان البرنامج معاكم ان شاء الله. وكمان الشحن بيكون مجانا، والمتابعة مع اخصائية التغذية بتكون طبعا مجانية بشكل اسبوعي متواصل. والفكرة كمان انه الكورس طبعا هيكفي مع اي حد هياخده لمدة شهرين. هيكون مكون من علبتين كبسولات ونقط والاعشاب والقهوة الخضراء والسكر الدايت، عشان ما فيش حد يبقى عنده حجه ان هو شيماء رجعت بالسلامه اهي. شيماء مساء الخير. مساء النور. منورين والله. بنورك يا حبيبتي. الله يخليكي. منورين والله نجوم مصر. والله انا سعيده جدا والله ان احنا رجعنا تاني نشوفكم.
ربنا يخليك يا شيم. والف مبروك والله على البرنامج. ميرسي يا شيم. ميرسي يا حبيبتي. عايزه تكلمي الدكتوره. عايزه اسال الدكتوره معلش على سؤال. اتفضلي حبيبتي معاكي. بقول لك يا دكتوره، هو انا عايزه اجيب الكورس لجوزي، تمام؟ عايزه طبعا اعمله له بمناسبه عيد ميلاده، واعملها له مفاجاه. طب حلو قوي، يعني انت اتصلتي اصلا في الوقت المناسب. انت هتاخدي بقى سكرين شوت من الارقام اللي ظاهره عندك على الشاشه، هتتواصلي معاهم. لو لقيتيهم مشغولين هتبعتي على الواتساب وهم هيرجعوا يتواصلوا معاكي. هتاخدي النهارده الكورس، هيكفيه لمده شهرين، هيبقى عليه خصم طبعا هايل جدا جدا. هتاخدي علبتين من الكبسولات وعلبتين من النقط وعلبتين من الاعشاب، ومعاهم كريم شد الترهلات والقهوه الخضراء والسكر الدايت. كمان الشحن هيوصلك لحد البيت ببلاش، يعني ما تحمليش هم الشحن. مش يعني مش عايزه حاجه ليكي يا شيمو، مش عايزه حاجه ليكي. ممكن تخمس مع فكره مش هتضطر اقول. انا بعد ما ولدت يعني بقى جسمي طبعا ضرب جدا، وكنت عايزه اسال الدكتوره، هل يا دكتوره برضو ليه اضرار على الرضاعه؟ لا خالص، بالعكس الكورس ممتاز جدا مع الرضاعه. بس احنا دايما عندنا الفريق الطبي بيكون متميز في ان هو بيبقى عارف الحاله الصحيه لكل شخص، بيبقى عارف السن والوزن والطول، هيقدر يحدد لك الكورس المناسب ليكي والجرعات المناسبه ليكي في الفتره بتاعه الرضاعه الطبيعيه. فما تقلقيش خالص، ما فيش منه اي اضرار، هو كده كده كلها يعني مواد طبيعيه. ودي فتره كويسه حلوه ان انت تقدري تنزلي فيها في الوزن، لانه فتره الرضاعه من الحاجات كمان الرضاعه الطبيعيه اللي بتعلي معدل الحرق. شيماء بنشكرك على التصوير. يلا خليه يخس يا شيماء عشان يروح يتجوز عليك يا منقوص. صح، هديه عيد ميلاده. يعني مش اي حاجه، عشان هو بهديه عيد ميلادها هيجيب لها العروسه، ما يخش عليها بالعروسه. ارتحتي يا شيماء كده؟ ارتحتي دلوقتي الرضاعه يعني ما نستنى عليها شويه عشان هي بترضع. لا مفيش مشكله، هي عادي ممكن تاخده خالص، يعني عادي امن جدا. شوفي هي فضلت جوزها على نفسها، تقول لك لا ما هي سالت برضه على نفسها. ده لما قلنا لها، ده لما يعني يمكن هو يعني وزنه زياده مثلا شويه قوي مثلا. وهي على فكره يعني ممكن كل الناس تستفيد معانا النهارده بالعرض، يعني مثلا واحده واختها، هي مثلا وجوزها وعايزين عليه خصم 50%. صحيح بالظبط. وممكن يقولوا مثلا للفريق الطبي، يعني لو هي مثلا وجوزها هياخدوا الكورس مع بعض، ممكن تقول الفريق الطبي ان هي مثلا في فتره الرضاعه، وهو هيبدا يحدد لها جرعاتها هي وجرعات جوزها. دايما يعني بقول للناس انه كل حاجه بتكون حسب وزنك وسنك وطولك وعنوانك. دي بتبقى حاجات مهمه، وعنوانك عشان نعرف نوصل الاوردر بس. مجانا مجانا. شرفتينا ونورتينا. تسلمي، ربنا يخليكي. وللاسف خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. استنونا في حلقه جديده من برنامج من غير نفسنا.